ضمن حاول أن تحل صفحة 81 أوجد منشور العبارات التالية. طبعاً طيب رح نحل حاول أن تحل صفحة 81 ثم ننتقل إلى فاصل قصير، وبعدها رح يكون في عندكم درس لغة عربية. تمام؟ رح نعطيكم فاصل 10 دقائق للصلاة وبعدين نكمل درس اللغة العربية. تمام، بس خلينا نحل حاول أن تحل صفحة 81. طيب نعم أنتي، أنا بحل أول واحد. أنا أنسي. نعم أنسي. نعم مكررة. سمية. نعم يا سمية، لم أسمع صوتك يا سمية. طيب بس خليني نعيد. يلا، إذا لدي الآن ضمن الوحدة الخامسة جبر، وحدة التعابير الجبرية، حاول أن تحل صفحة 81. أوجد منشور كل من العبارات التالية بأبسط صورة. لدي ثلاث عبارات، أريد نشر هذه العبارات وإيجاد المنشور بأبسط صورة. نعم يا سمية، قومي بنشر العبارة الأولى. نعم يا سمية. ندخل 2x، ندخل 2x على القوس، نضربه بالعدد الأول والعدد الثاني. 2x ضرب 3x زائد 2x ضرب 2. نعم. ويساوي 6x للتربيع زائد 4x. إذن 6x مربع زائد 4x، ماذا نتج لدي؟ 6x مربع زائد 4x ماذا أدعوه يا سمية؟ تعبيرين جبريين. كثير حدود. كثير حدود. كم حد؟ من كم حد يتألف كثير الحدود هذا؟ حدين. حدين. نعم، الحد الأول هو 6x مربع والحد الثاني هو 4x. أحسنت يا سمية، بارك الله بك. الآن سي. نعم يا أحمد. نعم البكور. أحمد البكور. نعم عبد الهادي، تفضل يا عبد الهادي. نعم أنسي، نضرب الأربعة واي بواي للتربيع يصبح عندنا 4y مكعب. نعم. نحط الثالث الزائد، نضرب 4 ضرب 3 يصير عندنا 12y للتربيع. نعم. ونضرب 4 في الواحد يصبح عندنا 4y. لكن عنا ناقص واحد يا عبد الهادي، انتبه. إيه عنا ناقص، هون عنا ناقص. تمام، إذا قرر عبد الهادي. واحد تمام. ناقص. إيه تمام يا عبد الهادي، قرر عبد الهادي توزيع 4y، 4y مضروبة بواي مربع، زائد 4y مضروبة بثلاثة واي، زائد 4y مضروبة بناقص واحد، فكان 4y بواي مربع هي 4y مكعب. 4 بثلاثة طبعاً 12، واي بواي واي مربع. 4y بناقص 1 هي ناقص 4y. إذا أصبح لدي، عفواً، أصبح لدي كثير حدود. كثير حدود. 4y مكعب زائد 12y مربع ناقص 4y. إذا من كم حد يتألف كثير الحدود هذا يا يسرى؟ من كم حد يتألف يا يسرى كثير الحدود هذا؟ نعم. من 3 حدود. أحسنتي، بارك الله بك. نعم، إجابة مميزة. إذن 4y مكعب الحد الأول، 12y مربع الحد الثاني، ناقص 4y الحد الثالث. أحسنت أيضا يا عبد الهادي، بارك الله بك.